السلام عليكم، معكم المهندس احمد عبد الغفار من تعلم لغة البرمجة بايثون 3. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض الاوبريتورز اللي احنا بنستخدمها في البايثون. هنتكلم النهارده عن الاساينمنت اوبريتورز. ايه هي الاساينمنت اوبريتورز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ لا تعالوا كده ركزوا معايا. لو انا جيت هنا قمت قايل له نمبر بيساوي 5، الوقت اللي انا قلت لك سؤال وقلت لك انا عايز اجمع على قيمه المتغير اللي هي الخمسه ديت، عايز اجمع عليها واحد. موضوع بسيط خالص، هتقوم قايل لي ايه؟ نمبر بيساوي نمبر زائد 5. هياخد قيمه النمبر الاساسيه ويجمع عليها 5. تعال كده نشوف، تعال كده نشوف بقى قيمه النمبر كده. قال لك النمبر ب10. طب دلوقتي قيمه النمبر ب10 عايز اطرح منها 5، هتقوم قايل له نمبر بيساوي نمبر ناقص 5. تعال كده نشوف قيمة النمبر ب5. طب لو انا عايز اجمع عليها 1، موضوع بسيط، تقوم قايل له نمبر بيساوي نمبر زائد 1. تعال كده نشوف قيمة النمبر. تمام، في بعض الناس يقول لك كده نمبر بلس بلس. قال لك نمبر بلس بلس دي ما تشتغلش معانا هنا في البايثون، دي انت ممكن تشغلها في كل لغات البرمجة. طيب في اختصار تاني موجود في الاساينمنت اوبريتورز، بيقول لك ايه؟ بيقول لك كده بلس يساوي ورا بعض كده. يعني ايه؟ بص كده، ممكن واحد يقول لك كده قيمه النمبر بكام؟ قيمه النمبر ب6، يقوم يقول لك ايه؟ نمبر بلس يساوي 4. انت عارف دي معناها ايه؟ هو الناتج هيكون 10. تعال كده نشوف قيمه النمبر كانت منين 10؟ هو خد قيمة النمبر وجمع عليها 4، يعني دي لو احنا جينا فكناها هتتفك كده، نمبر بيساوي نمبر زائد 4، دي هياها دي. كويس جدا؟ طيب يبقى بالتالي لما انا عملت على بلس يساوي كده ممكن اقول له ايه؟ قيمة النمبر بكام دلوقتي؟ قيمة النمبر ب10، ممكن اقول له كده نمبر ماينس يساوي 10، سوري ماينس يساوي 5 مثلا. عايز اشوف كل نمبر هتلاقي 5، دي معناها ايه برضو؟ دي معناها ان النمبر بيساوي نمبر ناقص 5 كده. طيب برضو في عندنا زي في عندنا بلس يساوي، في عندنا هنا ماينس ايكوال، في عندنا هنا ديفيجن ايكوال، دي معناها ان النمبر بيساوي النمبر على دي، في عندنا هنا مودولس ايكوال، في عندنا هنا اكسبوننت ايكوال، في عندنا هنا فلور ايكوال. يبقى اللي بيطبق على دي هيطبق على الباقي كله. دي عندنا حاجه اسمها الاساينمنت اوبريتورز. كويس جدا. في عندنا بقى اللوجيكال اوبريتورز. ايه اللوجيكال اوبريتورز دي؟ اللوجيكال اوبريتورز دي زي الاند، سوري زي الاند. تعال كده نشوف فايل، بص كده، لو انا جيت هنا قمت قايل لك ايه؟ قمت قايل لك هنا الاكس بيساوي 1 والواي بيساوي 0، وقمت قايل له ايه؟ قمت قايل له اكس اند واي، هتلاقي القيمه 0. ايه بقى عمليه اندنج دي؟ طبعا كلنا درسنا هنا اللوجيك جيتس، وعندنا هنا الاند ديت. لو انا عندي هنا وليكن متغير اسمه اكس ومتغير اسمه واي، والاكس ده ليه كام حاله؟ حالته 0 1 او 0 او 1، والواي عندي هنا 0 0 1 1. قال لك الاند دهيت مش هتطلع هنارات 1 في الخارج الا في حاله ان الاثنين دول وحيد، يبقى 1 اند 1 ب 1، 1 اند 0 ب 0، 0 اند 1 ب 0، 0 اند 0 ب 0. وصلت؟ يعني لو انا جيت هنا قمت قايل له ايه بقى؟ لو انا جيت هنا قمت قايل له واي اند الاكس هيطلع لي 0. امتى الاكس والواي، امتى الاكس اند الواي تطلع واحد؟ لو انا جيت على قيمه الواي دهيت خليتها بواحد، في الحاله دي لو انا قلت له اكس اند الواي هيطلع لي واحد. طب دي بالنسبه للاند. طب بالنسبه للاور، في عندنا علامه هنا اسمها اور، يعني ممكن اجي هنا اقول له اور ازاي؟ قال لك الاور دي بقى تعمل ايه؟ تعال كده نشوف الاور، يبقى دي الاند، تعال كده ننفذ الاور. قال لك الاور لو واحد من الاثنين انبوت او الاثنين متغير ده هم بواحد، فالخارج هيكون واحد، يبقى هنا واحد 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 زيرو. في الحاله دي لو انا جيت هنا وقمت قايل له ايه؟ تعالى كده نشوف كنت اكتب كام؟
واحد قيمته واي بواحد. تعالى كده اخلي قيمته واي دي بزيرو واقوم قايله ايه اكس اور الواي هيطلع لي واحد. طب واي اور الاكس هيطلع لي ايه واحد. في عندنا لوجيكال اوبريتور الاخير اسمه نوت، ونوت ده بيعكس الحاله، يعني لو كانت زيرو هيخليها واحد ولو كانت واحد هيخليها زيرو. يعني ايه؟ تعالى كده نشوف. لو انا قلت له الاكس قيمتها بكام؟ الاكس قيمتها بواحد، قمت قايله هنا بص بص اتكتب ازاي؟ نوت اوف الاكس، يعني عكست لي حاجه الاكس. الاكس كانت بواحد، طب لو عكستها هتبقى زيرو اللي هي مين؟ فولس. فاهم كده؟ خلي بالك ممكن اجمع ما بين اتنين لوجيكال اوبريتور، يعني ايه؟ الاكس قيمتها بكام؟ بواحد، والواي بزيرو. ممكن اقول له هنا بقى ايه؟ ممكن اقول له هنا اكس اند الواي. انا عارف ان قيمه الاكس والواي اند الواي دي هتطلع زيرو، لكن انا ممكن اجي هنا واقول له نوت اوف اكس اند الواي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، هيجي هنا الاول ينفذ الاكس ويقول اند الواي، تطلع لك هنا ايه؟ فولس. يقوم واخد الفولس دي عامل لها نوت، تبقى ايه؟ تبقى ترو. بص كده تمام كده. دي عندنا هنا اسمها اللوجيكال اوبريتورز. في النهاية أشكركم جميعا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وتقدروا تتابعونا على الجروب الخاص بينا Embedded System Courses، اللينك موجود أسفل الفيديو. والسلام عليكم.